أخصائي طبية نقيب الأطباء بالمنفية دكتور حسين ندى، بماذا ينصح المواطنين في محافظة المنفية، وهل هناك إجراءات بيتتم اتخاذها على المستوى الطبي؟ هو طبعا الحمد لله رب العالمين لغايه دلوقتي يمكن ما سببتش ان عندنا حاله في مصر موجوده حتى الآن، لا حتى حالة. الآن مفيش حاله. الحاجه الثانيه ان احنا التوعيه اللي اهتمت عن طريق الوزاره وعن طريق برضه النقابه في الموضوع ده، اللي هي الحاجات الشخصيه اللي هي النظافه الشخصيه والاهتمام بالمأكولات والمشروبات والبعد عن الحيوانات اللي هي قد يثبت ان فيها اصابه او شيء من هذا. انما انا شايف ان الامور عندنا في مصر لغايه النهارده مستقره. يمكن الاجراءات اللي بتتم في المنافذ زي المطارات او المواني او شيء من هذا ودي الحاجات الصحيه، انما لغايه الوقت هنا ما فيش حاله ثبتت في مصر خالص يعني. تمام. فنتمنى ان ربنا يسترها معانا وما يحصلش الوباء ده عندنا في مصر، لانه مشكله كبيره.